السلام عليكم. اليوم رانا في الطريق ما بين مدينة قالمة ومدينة قسنطينة، وهذا الطريق سريع يعني في حالة جيدة سلفاني، و يعني المسافة ما بين قالمة وقسنطينة هي حوالي 100 كيلومتر، والطريق هذا في حالة جيدة، طريق مزدوج ما شاء الله. إذن كي جيت من طريق السيار شرق غرب، دخلت على مستوى بلدية عين الباردة بقرب من عنابة، ثم دخلت على عين الباردة يعني طريق السيار، والآن في الرجوع نأخذ الخط مباشر، طريق مباشر ما بين مدينة قالمة ومدينة قسنطينة. الآن رانا في هذا الطريق المزدوج، إن شاء الله يكون مزدوج إلى حدود مدينة قسنطينة، ومن كي نحبوا القسنطينة ناخذ طريق السيار الشرق غرب. إذن الطريق هذا فيه زوج نقاط مهمة لابد أن نحبسوا فيها، إن شاء الله نحب ربي نحبسوا فيها. هي كاين موقع روماني، موقع روماني جميل كبير، شفت الصور تاعو على الطريق هذا، وكاين كذلك حمام دباغة، حمام مسخوطين أو حمام الصالحين، نروح نشوفوه. إذن هذا الزوج نقاط نوصلوا ليهم، نروحوا نشوفوهم في طريقنا باتجاه مدينة قسنطينة. وإذا وصلنا لقسنطينة نكمل في الطريق السيار شرق غرب إلى الجزائر العاصمة. وممكن إحنا في هذا الفيديو ما راحش نشوف هذه النقاط، إحنا رانا في بداية الطريق، رانا في بداية الطريق، إذن ممكن ما نشوفش كاع النقاط هادو، لكن نشوفه في فيديوهات أخرى، لأن المدة المخصصة للفيديوهات هي 10 دقائق، ولحقنا لنقطة معينة رانا دخلناها في الفيديو، لا ما كاش نشوفوها في فيديو آخر. على كل حال إحنا الآن رانا في الطريق المزدوج روت إكسبريس، الطريق السريع رابط بين مدينة قالمة ومدينة قسنطينة، واللي يمتد على طول 100 كيلومتر. إذن نستمر في الرحلة هذه، ورانا على مستوى بلدية صالح صالح صالح، هذه بلدية صالح 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 باتجاه إذن بلدية واد زناتي وقسنطينة. إذن خلكم تابعوا الرحلة هذه، وفيه المزيد من فيديوهات أخرى ستأتي. إذن ابقوا معنا في القناة، واللي ما درش المشاركة يشارك لابونمون، ويعني على بالكم الأشياء اللي لازم تندار باش تساندونا في القناة هذه، دي قناة تثقيفية وقناة تعليمية وقناة ترفيهية وقناة نظيفة وقناة فيها معلومات كثيرة، الإنسان يتعلم أمور كثيرة. إذن ما تبخلوش علينا بالمساندة، باللايك، بالمشاركة، بالتعليقات، إذن بالمشاهدة، إذن بالمواظبة على المشاهدة. هذه أفضل قناة ممكن إنسان يقدر يشارك الأبناء نتاعو، يشارك الزوجة ديالو، يشارك الأطفال في هذه القناة، يتعلموا بزاف حوايج أفضل من ضيعوا وقتهم في أمور أخرى لا تنفعهم بل تضرهم. إذن نخلوكم تتابعوا الفيديو إلى النهاية، ولنا موعد في فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.
رانا على بعد 100 كيلومتر من مدينة قسنطينة، 100 كيلومتر. وفيه في الطريق فيه حمام الدباغ، إذن بلدية حمام الدباغ.